واخرتها ايه يا حسن؟ انا هفضل محبوسه هنا ولا ايه؟ انا عايز امشي من هنا يا حسن بقى. هتروحي فين؟ يعني ايه هروح فين؟ اوعى يكون الكلام اللي انا سمعته صح، اوعى اكون قتلت الراجل. عايزه تنزل للعصام؟ اه انزل لعصام جوزي ولا ده اخر مش لدد عليك؟ بس هو في طلب يا ست نعيمه ولازم تعمليه. امرني يا اخوي. اخوي مال اخوك؟ ما احبش حد يربيه غيرنا، دي الاصول. ايه اللي يخلينا نسيب واحد زي عصام ده يربيه ولا يصرف عليه؟ هو ملزم مننا. عندك حق، كلامك كله حكم، بس انا بقى ابني مش هيتربى بعيد عن حضني. انت مش كنت قلتي انك عايزاه يعيش وسطينا؟ وانت مش كنت جاي عشان ياخد حقه في مال ابوه؟ انا بقول لك اهو، انا بوعدك هاخده في حضني وهيعيش معانا احلى عيشه، ما تخافيش عليه. لا ده انا اخاف واخاف، اوعى تفتكر ان انا ادي الامان لامك درتي تربي ابني. لا يا حبيبي، مفيش حضن زي حضن الام. وبعدين في كدبك ده يا نعيمه. طب عصام حبيبك اللي اتجوزتيه واللي عايزه تروحي تعيشي معاه وسايباه لوالدك يصرف عليه، قال لي انك قلتي له ان الواد ده مش والد عبد الحكيم. يعني بكل بساطه انت كدابه ونصابه. اعمل معاكي ايه؟ ساكته ليه يا نعيمه؟ عشان عصام لا يمكن يكون قال الكلام ده، وان الفاتيه والهزيه اللي انت بتهزيها دي ممكن تكون من تاليفك انت. يا اخويا بتعملوا كل ده ليه؟ عشان اسيب لكم البلد وامشي؟ حاضر هسيبها لكم وامشي. عشان ما اطلبش حق ابني؟ حاضر مش هطلب حق ابني. فاضل ايه تاني بقى؟ لسه برضه هتعملي الشويتين بتوعك؟ ماشي، يبقى نتاكد. بس لو الواد طلع مش اخوي، انا مش هعمل زي ما مروان قال. وقال ايه بقى مروان؟ قال ان الكليه غلبانه، وفي الاول وفي الاخر انت مرت ابوي، ما يصحش نلمسك او نزعلك. صح، ابن اصول. وانا بقول انك كدابه ونصابه وعايزه قطمر جبتك. اسمع بقى، انت تسمع كلام اخوك، اخوك بيتكلم صح، وانا لو عليا انا هسيب لكم البلد باللي فيها وامشي، ومش هطلب منكم حاجه تاني، لا حقي ولا حق ابني. تطلعي من هنا ما اشوفش وشك تاني ولا هتسمع صوتي. يلا. انا هتكلم مع فتحي. مش هيرضى يا عمتي. لا هيرضى، أنا عارفة هتكلم معاه كيف. لما أقول له إن الناس كلها لازم تعرف إنه البيت الكبير رجع تاني وإنه ناسه هتعيش فيه مع بعض، مش هيقول لي لا. وبعدين بيت فتحي موجود وبيت مروان موجود. مش هينفع، مش هيسيب بيته ويجي يقعد مع مروان. ليه يا شمس؟ عشان البعد شوق. أنا هقفل بابي عليا، لا تعب حد ولا حد يتعبني. إيه ده؟ في إيه؟ بعد 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 يا ولية، بعد بعد. مفيدة 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 فوقي يا مفيدة. عربية مفيدة، هاتولي عربية جوام. لبنى كانت هتموت كريمة، بس وقفنا لها كلنا. هربت، أكيد راحت عند ريم، أنا متأكدة. شيلي بيت محرم من راسك يا ريتال، وشيلي كمان أي حاجة تانية. إحنا دلوقتي ملناش إلا البيت ده واللي في بطنك، والواد اللي انت سايباه هاري نفسه عياط مع الشغاله. اصدق كلامك يعني يا حسن؟ ايوه صدقيه. يعني ما قلقش؟ ما اقعدش طول الليل افكر ايه اللي في دماغك؟ ولا اصحى بقى بالليل وافتح الباب كده الاقيك داخل لي بواحده بتقول ان دي مراتك؟ مش هيحصل. مش عارفه ليه قلبي مش مستريح. سلامتك يا كبري. الله يسلمك. مالك يا اختي؟ فيكي ايه؟
كل حاجة أنا بخير الحمد لله. بخير إزاي بس؟ فوزية مكلماني وقالت لي إن أنت ما نمتيش طول الليل. لا تشغليش بالك، أنا رايقة يا أختي رايقة. ما شغلش بالي ده إيه؟ أنا هكلم مروان يجيب لك الدكتور. قولي لي عملت إيه مع شهد؟ قصدك القضية؟ لا قصدي موضوعها مع عزت. والله يا جبرية ما عارفة أعمل إيه. روحي له تكلمي معاه. عمال اجيبها كده واجيبها كده مفيش فايده. قولي لي كل حاجه بصراحه. قولي لي عاد ايه اخبار القضيه؟ شهد قالت لي مفيش فايده. هو هذا اللي مفيش فايده؟ لازم ان يكون فيه فايده وميت فايده كمان. كل اللي قالته لي مش عايزك تروحي المحكمة ولا تحضري المحاكمة. هشوف لك مكان بعيد محدش يعرفك فيه واخبيك لغاية لما تخلص القضية. وماله؟ اعمل كده ما فيهاش حاجة لغاية ما نلاقوا حل. تتلاقيش يا كريمة بعون الله أنا معاكي وجارك لحد القضية دي ما تخلص على خير. أنا بقول يا رب. بقولك إيه؟ عايزاك تقومي وتشد حيلك كده عشان مروان كلمني وقال ان هو عامل عزومه وعايز يقول لنا على حاجه مهمه. خير هي ايه؟ ما قاليش يا اختي والله. حاضر حاضر. اتفضل اتفضل. على مهلك عليها على مهلك. في ايه يا عمتي؟ خش هناك وحطي على الكنبه هناك. خش يا ام جرجس. خش خش اقعدي. شكرا يا ام ريحانه. خدوا الباب سقف. شكرا يا حبيبتي. شكرا. لقيناها مغمى عليها في الشارع. طب ما وديتهاش مستشفى ليه؟ مستشفى ايه؟ دي شكلها ما كلتش بقالها كام يوم. وبعدين سمعت الناس بتقول انها عماله تكلم نفسها في الشارع. طب واحنا هنعمل ايه يا عمتي يعني؟ هنعمل كتير بس مش وقته دلوقتي. تعالي. هقفل الباب واجي. بنتي يا مفيد. بنتي يا مفيد. مفيده. بقول لك ايه يا عمتي؟ ما طلعي تقعد في اوضه احسن. ايه رايك؟ لا مفيش طلوع. دي اخرها تاكل لقمه وتمشي. وايه كمان؟ ما تقولي يا بنت كريمه، ما تقولي يا بنت جبريه. بقولك ايه يا عمتي؟ انا ابنها شايلاه فوق راسي، انما هي تيجي تقعد هنا وبيتي مش هيحصل. وبعدين يا عمتي ايه 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 كمان؟ في ايه ايه؟ مش لما نطمن عليها الاول ونشوف فيها ايه؟ وبعدين نقول تقعد ولا تمشي؟ وبعدين البت دي مين اللي جار عليها؟ اللي جار عليها مخها الزنخ، اللي جار عليها عمايلها السودا، هي اللي جابته لنفسها. واخوكي يا ست البنات، ولا عشان هي ما عندهاش حد يقف جارها؟ مفيدة دي لو عندها أب ولا أخ كانوا وقفوا لأخوكي، كانوا قتلوه ودفنوه بعد عملة السودة اللي عملها. ولو ما كانوش قتلوه كان اتجوزها، ما قدرش يرفع عينه ولا يقول تلت التلاتة كام. بس عشان البيت غلبانة وملهاش حد نبيع ونشتري فيها، مش كده؟ هو في إيه يا عمتي؟ هو أنت ناوية على إيه؟ ناوية أجبر بخاطرها، ومادام مش عايزينها تقعد هنا ولا نشوفها يبقى نفتح الباب نواربه. في الآخر شايلة حتة مننا. والد مفيدة والد أخوك يا شمس.